سؤالي لفريق الأصالة المعاصرة حول مساطر منح وصرف الدعم الموجه لجمعية المجتمع المدني. تفضل السيد النائب المحترم. شكرا السيد الرئيس. نسألكم السيد الوزير عن المساطر المعتمدة في منح وصرف الدعم الممنوح لجمعيات المجتمع المدني وشكرا. شكرا السيد النائب. تفضل السيد الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اشكر السيد النائب على طرح هذا السؤال المهم اللي كيرتبط بالشفافيه في صرف المال العام، واللي كاين فيه على كل حال كاين الظاهر ديال 58 اللي كيلزم الجمعيات اللي كتلقى دعم دولي كيتجاوز 10000 درهم باش تقدم الحسابات ديالها للهيئات المانحه. كاين منشور ديال السيد الوزير الاول في الموضوع ديال الشفافيه وديال الدعم ديال الجمعيات، واللي جديد هو انه في 11 مارس كان واحد المنشور جديد ديال السيد رئيس الحكومه باش نشئ بوابه سميتها ديال شراكه اسوسياسيون اللي كيلزم جميع القطاعات الوزاريه وكيلزم جميع المؤسسات العموميه باش تمر على هذه البوابه وتعلم في اطار الشفافيه المشاريع ديالها باش يكون شفافيه، كذلك على مستوى الرقابه المجلس على الحسابات كيقوم بدور مهم في هذا المجال وشكرا لك. شكرا سيد الوزير. عندكم تعقيب السيد النائب المحترم. السيد الوزير المحترم تكلمتوا على الشفافيه، الحقيقه للاسف لم نلتمس هذه الشفافيه. توزيع ديال الدعم على الجمعيات اليوم في المغرب كيكون بمنطق الولاءات، وهذا الشيء لمسناه في مجموعه من المجالس منذ 2011. شفنا بان مجموعه الجماعات تتعطي الجمعيات التي كانت لا تستفيد، واليوم اصبحت تستفيد من مبالغ خياليه وبعيده عن رقابه المجلس الاعلى للحسابات. ثم كاين واحد المساله مهمه، اليوم باش كتجيو المناظره ديال الصخيرات حول المجتمع المدني، عيطوا فيها على واحد الجمعيات وجمعيات ما حضروش، جيتوا ثاني درتوا مناظره ديال الرباط، الجمعيات اللي ما حضروش في الصخيرات جبتوهم الرباط، هذا الشيء كل شيء لم يخلق اجماع، واليوم كنشاهدوا في المغرب للاسف ان هناك توزيع بمنطق الولاءات واستمالات الناخبين. ثم ان السيد الوزير المحترم اليوم باش تهضروا على المنشور ديال 2004 و2014 ديال رئيس الحكومه، هذا على الورق اليوم ما كاينش، هناك جمعيات عندها اموال خياليه ولا تحاسب، ثم هناك التمويل الخارجي، ليست هناك مراقبه، وانتم تعرفون اليوم ما حجم التهديد على هذه البلاد، ليست هناك مراقبه والحكومه غائبه. وهذا هو الذي نستنكره السيد الوزير، نتمنى ان تفعلوا ربط المسؤوليه بالمحاسبه ديال الدستور، شكرا. شكرا السيد النائب المحترم، تفضل السيد الوزير. عندكم تعقيب اضافي تفضلوا. تفضل السيد النائب المحترم على العداله والتنميه. المدني الجاد يطالب برفع يد التحكم على الدعم المخصص له، لا زال هناك جمعيات مهمة لا تتلقى الدعم، في حين هناك جمعيات فقط وهمية موجودة على الأوراق تتلقى دعم سخي جدا وبأشكال مشبوهة لحسابات انتخابوية خصوصا من الجمال. شكرا السيد النائب المحترم. تفضل السيد الوزير عقبه. أولا الملتقيات اللي نظمتها الوزاره كيتم التسجيل ديال الجمعيات بشكل مفتوح في البوابه ديال الوزاره، اللي تسجل مرحبا به وكيشارك في الملتقيات، اللي ما تسجلش هذه مسؤوليه الجمعيه. ثانيا غادي يكون في اطار الشفافيه تقدم سنويا تقرير ديال الشراكه مع الجمعيات والتجمعات مرفق بالقانون المالي، كل سنه غايجيكم التقرير وغادي يكون فيه النقاش على هذا المستوى. ثالثا الجماعات المحليه كنطلع لها نداء انها تستعمل كذلك هذه البوابه، ولكن هذا الشان كيهم الجماعات المحليه. انا قلت لك الان القطاعات الحكوميه والمؤسسات العموميه ملزمه بمقتضى المنشور، الجماعات المحليه ينبغي ان تسلك نفس المسلك باش يمكن تكون مسؤوليه. الاستغلال الانتخابي على كل هذا الامر مسؤوليه الجميع ديال المنتخبين وكذلك ديال المجتمع المدني. نحن نريد ان يكون عمل مدني مستقل حقيقه، كفى من هذه المرحلة اللي كيكون الاستغلال السياسي والانتخابي في هذا الموضوع ديال المجتمع المدني. المجتمع المدني فاعل أساسي وشريك في التنمية، خليه يقوم بالأدوار ديالو، ما ندخلوش فيه الحسابات اللي هي ضيقة، ينبغي أن تكون الشفافية. وكاين كذلك الآن المجلس على الحسابات والمجالس الجهوية للحسابات كيعطينا تقرير مع كامل الأسف على بعض الجمعيات اللي فيها تضارب المصالح، فيها منتخبين كانوا كيستافدوا، فيها اشكال اللي على كل حال هذا الدور ديال الرقابه واللي خصها تاخذ المسار ديالو لتطبيق القانون ولا شكرا. شيء شكرا السيد الوزير.